وقبل ما اروح واصبح على بسنت اصبح على كل امرأة وكل سيدة مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. صباح الخير يا بسنت، النهارده يومكم. صباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير على جميع المشاهدين. وزي ما احمد قال، النهارده بيصادف اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس، والحقيقة ان احنا هنا في مصر المرأة ما بقاش عندها سقف للطموح. كل مجالات العمل، كل اشكال التمكين، كل يعني حاجه قدرنا النهارده نشوف فيها المراه بتبدع وبتنجز وبتحقق نجاحات كبيره جدا، من المبادرات الصحيه والاجتماعيه وكمان الاقتصاديه موجهه بشكل مباشر للمراه كمان. الحقيقه ان كل ده ما كانش هيحصل لولا ان في إرادة ومساندة قوية من القيادة السياسية للمرأة في جميع المجالات. لسه من كام يوم بنشوف المرأة لأول مرة بتجلس على منصة القضاء في مجلس الدولة، وقبلها شفنا تعيين المرأة في النيابة العامة. والحقيقة أن الاهتمام بالمرأة مش وليد اللحظة، ده مشوار بدأناه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولسه مكملين فيه. ولو نفتكر مع حضراتكم أن يعني السيد الرئيس أعلن عام 2017 عام المرأة المصرية، وفي السنة اللي بعدها وصلت نسبة الوزيرات في الحكومة ل 25%، يعني ربع الوزراء تقريبا من السيدات. بنتكلم عن 8 وزيرات، ودي نسبة الأعلى على الإطلاق في التاريخ المصري. ده غير أنه تم لأول مرة تعيين سيدة في منصب مساعد أول رئيس الوزراء، وهي الدكتورة رندا المنشاوي. كمان عندنا نائبات للمحافظين وهم عددهم 7، ده غير الإنجاز الكبير اللي حصل في مجلس النواب واللي وصل فيه عدد النائبات ل 164 نائبة. في الحقيقة مكتسبات كتيرة حصلت ومجالات كتيرة قدرت فيها المرأة أنها تثبت نفسها وأنها تكون قد التحدي. كل سنة وأنت طيبة، كل ست بتتفرج علينا النهاردة، كل سنة وكل أم قاعدة في البيت طيبة بتأدي دور كبير في تربية أجيال في الحقيقة إن شاء الله يكونوا نافعين ويقدموا نفع كبير لمصر. كل سنة وأنت قوية، والقوة كلمة مؤنثة أصلها أنت. كل سنة وأنت شغوفة وممكنة لأجيال قادمة. ولا إيه؟ ما فيش، ما اقدرش اقول حاجه بعد اللي انت قلتيه. المراه يعني بنتكلم على والدتي، بنتكلم على اختي، بنتكلم هي يعني عماد واساس وصلب المجتمع المصري الحقيقه وكل العالم، مش المجتمع المصري بس. لكن لفت نظري قوي بس انت وانت بتقولي ان 2017 كان بدايه التمكين او عام المرأة اللي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هو ما كانش مجرد عام للمرأة، لأن 2017 كانت بداية حقبة جديدة للمرأة في مصر. من 2017 وحتى وقتنا هذا مش عام مرأة بقى، لا، هو حقبة تمكين المرأة في كافة مناحي الحياة، سواء كانت الاقتصادية، سواء كانت السياسية، سواء كانت التنفيذية أيضا. يمكن قالت بسنت يمكن من أهم القرارات اللي كانت جريئة وكانت هامة جدا وكانت نقطة تحول في تاريخ تمكين المرأة في مصر. بنتكلم على تمكين أكتر أو جلوس أكتر من 98 قاضية في مجلس الدولة، وزي ما شفنا من أيام يعني مش بعيدة، شفنا من يومين تقريبا أو 3 جلوس أول قاضية على مجلس أو منصة القضاء في مجلس الدولة، وده كان يوم تاريخي داخل مجلس الدولة وفقا لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 446 لعام 2021. لكن التمكين ما انتهاش عند تمكين اقتصاد، تمكين سياسي أو تمكين داخل مجلس النواب فقط، لأن شفنا المرأة كمان بتتمكن اقتصاديا، وده من خلال استفادتها من قروض التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. لأن احنا لو شفنا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هنلاقي ان كان في حياة كريمة. حياة كريمة كان من اهم المحاور الخاصة بها هو التمكين الاقتصادي. نروح للأرقام الرسمية الخاصة ب يعني التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر، هنلاقي إن المرأة استفادت من قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر اللي بتوفرها الدولة بنسبة بتقدر ب 51%، وقروض المشروعات الصغيرة تم تخصيص فيها 69% تحديدا للسيدات. يعني احنا هنا بنتكلم على حجم تمويل لعدد كبير جدا من السيدات علشان يبداوا مشروعات تقدر من خلالها او يقدروا من خلالها اللي هم يوفروا حياه كريمه لاسرهم، وخاصه ان في نسبه كبيره جدا من السيدات دي بتعول الاسر الخاصه بيها. علشان كده كان في توجه من الدوله وهو دعم السيدات في تنفيذ مشروعاتهم
الخاصة، وده من خلال يعني إتاحة هذه التمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال دعم لمشروع ما لدراسة جدوى بيتم يعني دعمه، ونقول إيه بالبلدي كده بنزقه معاهم علشان خاطر يقدروا اللي هم يبقوا منتجين ويصرفوا على الأسر الخاصة بيه. مش بس كده، المرأة كمان بتستفيد بنسبة بتقدر ب 89% من البرامج الاجتماعية، زي برنامج إيه بنتكلم على تكافل وكرامة على سبيل المثال، وغيرها من البرامج اللي أتاحتها الدولة خلال الفترة اللي فاتت، ده غير طبعا المبادرات الرئاسية اللي بتهتم بصحة المرأة المصرية، ودي كتيرة جدا ومهمة جدا للمرأة، زي مثلا مبادرة صحة المرأة المصرية واللي بتستهدف فحص 28 مليون سيدة لمكافحة سرطان الثدي والأمراض غير المعدية. في الحقيقة لو اتكلمنا على المكتسبات هنلاقي ان في مكتسبات كتيرة جدا يعني حصلت عليها المرأة، هنتكلم عنها بشكل موسع النهاردة في فقرات برنامجنا، وده بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بنصبح على حضراتكم وبنصبح على كل مرأة مصرية وكل مرأة موجودة مش بس يعني في مصر، لان هو اليوم العالمي للمرأة. كل سنة وانت قوية، كل سنة وانت دايما يعني نموذج بنفتخر بيه وعماد لكل أسرة موجودة في العالم. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.